ولكن سقف الشعوب العربية الآن امتلكت إرادتها ورفعت سقف مطالبها، ولكن الذي نشاهده يعني أن الدول لم ترتقي ولم ترتفع إلى هذه المطالب الحقيقية التي تطالب بها الشعوب. فيعني لا زالت يعني القمة العربية يعني تعالج الأمور بعاطفية وبنفس الوتيرة القديمة، لم تدخل في التفاصيل، لم تشخص يعني حالة الشعوب والشباب وحالة الدول بطريقة سليمة وكي تستطيع أن تصل يعني إلى العلاج الذي يعني يرتقي ويلبي طموحات الشباب. ولكن نحن نتمنى أن يتداركوا في مقبل الأيام هذه الأشياء، وأن يكون تواصلهم مع الشباب، وأن يأخذوا يعني مطالب الشباب ومطالب الشعوب بعين الاعتبار، وأن يسعوا إلى يعني إلى تفعيلها وتحقيقها، لأن يعني الشباب والشعوب لن يسكتوا على حقوقهم بعد اليوم، لأنهم امتلكوا إرادتهم التي كانت قد سلبت منهم فترة من الزمن. سيد همدان الحقب في صنعاء.